أعلنت المحكمة الشعبية أسماء المطلوبين للعدالة لحضور جلسات التقاضي في جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب اليمني منذ مارس من العام الماضي. مطلوبون للعدالة والوقوف أمام المحكمة الشعبية، هذا هو محور الجلسة التي عقدتها المحكمة الشعبية في أمانة العاصمة لمحاكمة كل من صدر ضدهم تهمة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب اليمني. طبعا الادعاء العام اليوم قدم أسماء المتهمين الذين زادوا عن 50، نحن الادعاء الخاص لدينا أسماء وأكثر مما تقدموا به الادعاء العام، وسنحدثهم أيضا في الجلسة بعد القادمة، لأن الجلسة القادمة محددة لاستعراض الدعوة العامة بتفاصيل دقيقة لكل ما ارتكبه المتهمين في عدوانهم على اليمن. الادعاء العام قال بأن الجريمة مقسمة إلى قسمين، القسم الإنساني وهي إلى عدة أقسام، والقسم وقسم الحرب وهي إلى عدة أقسام، وأنه سيتم تقديم الدعوة في الجلسة القادمة. هذا بالنسبة للادعاء العام. أما الادعاء الخاص فإنه يتكلم بأنه سوف الجلسة القادمة سوف يفصح عن أسماء لم يفصح عليهم الادعاء العام. الجلسة طالبت كل من عبد الرب منصور هادي ومن يليه من كانوا في الرياض وكذا الأنظمة المتحالفة على اليمن كلا باسمه والتهمة القرينة له الحضور لجلسات العدالة التي ينفذها القضاء اليمني. ننتظر جميعا الجلسة القادمة. المحكمة هيئة المحكمة اليوم فتحت باب تقديم الملفات لمن يملكون أي أدلة عن قتلة وعن مجرمين، وملفات مكتملة وأدلة. فتحت الباب اليوم المحكمة حيث تقدم آل الرميمة بملف بأسماء متهمين، وتم منحهم مهلة لتقديم الملف كاملا في الجلسة القادمة. هيئة المحكمة بسرعة محاكمة الفاسدين والخونة والجناه الذين أبادوا الشعب وقتلوه ودمروا الوطن. الادعاء العام والخاص ركزوا على إعلان المتهمين حتى يتم البدء والسير في إجراءات المحاكمة، كما تم التحفظ على حق الادعاء الخاص في إضافة أي أسماء جديدة في القضية قد تظهر لترفع هيئة المحكمة الجلسة لبعد أسبوعين قادمين. محمد جميل، اليمن اليوم.